يعني كيف ما كتشوفوا هذه الندوه الصحفيه اللي دعا ليها التحالف المدني لحقوق الانسان بمقره المركزي جاءت عقب تبعات يعني العمليه ديال التشهير الشنيعه اللي قامت بها شركه كارفور ماركت ضدي، يعني كيفاش الطريقه باش تفاجات على انني كنت كنتبطع بشكل عادي داخل داك السوق المذكور، من بعد كنتفاجئ بالصور ديالي يتم التداول ديالها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تعلق الامر بالفيسبوك او الواتساب، لذلك قررت بمقاضاه هذه الشركه ولجات للاساليب التي يخولها للقانون، لكن من بعد يعني تفاجئنا بالتعنت ديال هاد المسؤولين، وكيف ما واكبتوا انتم وكنتوا حاضرين في الوقفه الاحتجاجيه السابقه كيفاش داك المسؤول قام بالاستهزاء بينا وكيضحك بواحد الطريقه التي يعني اقل ما يمكن القول عنها انه كيحتقر ولاد الشعب، كيحتقر المواطنين، كيحتجوا. وبالتالي يعني كنشكر التحالف المدني لحقوق الانسان بكل عضواته واعضائه، وكنشكر الرئيس الوطني ديالو السيد عبد الرحمن بن دياب لانه يعني تبنى الملف بشكل جدي واعطاه يعني القيمه اللي يستحق، وراه ما كاينش شي واحد عنده الحق باش يقول بان هذا ملف بسيط او ملف عادي، او راه هذا التشهير راه هذه جريمه، فصل 447 على جوج من القانون الجنائي واضح، يعني راه هذه جريمه، يعني ماشي الانسان غيبخس هذا الشيء هذا ويقول بان عادي صوروه فين المشكل، راه ولو انني كنت لو انني ارتكبت جرم داخل ذاك السوق ما كانش عليهم الحق انهم يشهروا بيا، كاميرات المراقبه دارت من اجل التامين، كيف ما هما تيامنوا السلع ديالهم وخايفين عليها، يعني اذا حنا عندنا سمعه ديالنا وتنخافوا عليها، فبالتالي الخلاصات ديال هذه الندوه الصحفيه قرر التحالف المدني انه يخوض محطه نضاليه جديده يوم الجمعه على الساعه 6 مساء. ومن هذا المنبر ديالكم ادعو جميع الغيورات والغيورين على حقوق المواطن، يعني المواطن المغربي وصل لواحد المرحله اللي خصو يوعى فيها بحقه، فبالتالي كندعو ان يعني جميع الغيورات والغيورين انهم يشاركوا بكثافه في هذه المرحله الاحتجاجيه المقبله، حتى هاد الناس هاد المسؤولين هادو يتخلوا على التعنت ديالهم، يتخلوا على العقليه ديال زمان الرصاص والتسيب، كفام احتقار الشعب المغربي، كرامه الشعب المغربي خط احمر.